مساء الخير مرة ثانية مشاهدينا الكرام ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل. حقيقة رمضان كريم ومبارك عليكم يا رب، السلام والأمان لكل بلداننا العربية. من خلال برنامج بيت للكل وإحنا نتواجد اليوم في بغداد المحبة والسلام. حقيقة أجواء رمضان مختلفة بالنسبة للعراقيين، أكو أوجه تشابه بين بلداننا العربية، بين مصر، بين الأردن، بين فلسطين وبين العراق، لكن المقاهي العراقية خاصة المقاهي البغدادية اللي هي لمسة حتى من خلال الطراز المعماري وشكل الشناشيل وألوانها اللي هي بألوان الخشب، لكن داخل هذه المقاهي نشاهد بعد ما ننتهي من الفطور نشاهد العوائل العراقية تتجه للمقاهي اللي يشرب الشاي. وبالإضافة لهذه الأمور أيضا احنا نمتاز بالغناء العراقي اللي موجود من موشحات، من الشارغ البغدادي، من المربعات، من التواشيح الدينية الجميلة بأصوات المطربين العراقيين. حقيقة اليوم وإحنا نتواجد في هذا المقهى البغدادي لقينا الأستاذ الفنان مجدي حسين اللي حقيقة هو موسوعة غنائية يحفظ يمكن أكثر من 500 أغنية عراقية وأكثر 5000 أغنية عراقية، يحفظ هذه الأغاني العراقية اللي بقت بذاكرة العراقيين لكثير من الأسماء اللي قدمت لهذا النوع من الغناء البغدادي اللي عادة الأغنية البغدادية. فخلونا نرحب من خلال برنامج بيت للكل بالأستاذ مجدي حسين ونقول لك مساء الخير ورمضان كريم عليك وسرور عليكم وإفطار شهي إن شاء الله كان. والله الحمد لله وشكر، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، على قناتكم هاي الجميلة وهاي الفكرة الصائبة، الفكرة الرائعة، يعني بيت الكل الإذاعة العربية اللي تجمع. عجبتك الفكرة بين قناة العراقية وقناة مصر وقناة أردن وقناة فلسطين؟ وأتمنى أن تكون كل البلدان العربية، يا رب احنا نتمنى بأن تنضم كل هذه البلدان، تكون يعني جميع البلدان بما فيها الجزائر وتونس والمغرب وكلها إن شاء الله كنا على قلب واحد ومحبة إن شاء الله. أستاذ مجدي احنا جينا قبل وقت، يعني أول ما فطرنا وصلنا بعد ما ملتم كل العوائل العراقية، احنا نعرف انت عندك موعد بأن تغني دائما هذه الأماسي الجميلة البغدادية لإحياء التراث البغدادي من الأغنية البغدادية. بالبداية خلي نشرح، مرات نقول دائما الممتازين بالمربع والتشارغي، شنو الفرق بين التشارغي البغدادي والمربعات؟ المربع هو يختلف عن التشارغي. التشارغي البغدادي يتكون من الآلات، يعني الصنطور والجوزة والنقارة. نقارة كانت قبل، يعني هسه ماكو نقارة، هسه اكو شاغي بس ما نقارة تقريبا انقرضت. بس كانت بالبداية، كان الله يرحمه الأستاذ شعوبي إبراهيم طبعا كان مؤسسين الشاغي بعد داخل أحمد وبعد محمد السامرائي، ذولا كلهم يعني هاي يمتازون بهاي الأمور، الجوزة والصنطور والإيقاع والنقارة. أما بالنسبة للمربع، المربع يصير بس طبلة ومزهر أو رق مثلا، الرق رق والخشبة الكاسورة والمطرب المربعات يكون يعني على طول يمتاز بالصوت القوي، صوت الجهوري أيضا، مثل وكذلك مطرب المقام العراقي. يعني غير المطرب اللي الأكاديمي اللي تشوفه هسه مثلا بالاستوديوهات يسجلون ويغنون، هذه الألوان يمكن أستاذ مجدي موجودة فقط بالعراق. نعم بالعراق موجودة، وأيضا موجودة بتركيا، موجودة بأذربيجان، موجودة بإيران، موجودة بس هي الريادة تكون المن كانت الريادة بالعراق، والله الريادة للعراق، للعراق فيه. للعراق الريادة، يعني احنا القبنشي عندنا رواد المقام العراقي، القبنشي يوسف عمار ناظم الغزالي، المقام اللي اشتهر بالعراق. بالعراق خلينا نسترخي شوية بهذه الأجواء، شنو اللي ممكن نسمعه بالبداية؟ ايش راح تسمعنا؟ عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الأقمار. ليالا ليالا دموعي بيوم فقد الولف ليالا، وردت عيني يمرها النوم. يا الله الله الله، ردت عيني يمرها النوم ليالا، تعيرني عجب بالشيب يا غاتي. الله الله ليالا
عجب بالشيب ليلة وخير اثنين نشيب أخير اثنين نشيب سيوية. يا سلام ناظم الغزالي في كل البلدان. أصور أنا بالجزائر يعني من أغني أول ما يطلبون من عندي ناظم الغزالي طبعا. مدرسة كبيرة مدرسة ناظم الغزالي سفير المقام العراقي. هذا من خلال المقام العراقي احنا سمعنا دائما. شنو اللي تمتاز به المقاهي البغدادية خاصة بأجواء رمضان؟ شنو اللي يميزها؟ المقاهي يميزها أيضا المقام. المقام مقام والأغاني البغدادية. هسه مثلا الأطرقشي احنا صارنا تقريبا بالأطرقشي تقريبا صار 6 سنوات كل خميس مستمر. شوف العوائل تجي يعني تلتقي تسمع الغناء تسمع الغناء الطربي غناء الأصيل غناء الأصالة مثلا. يعني كانوا قبل أمهاتنا أبهاتنا يعني اللي أكبر من عندنا كانوا يسمعون وحيدة خليل زهور حسين يحيى حمدي رضا علي محمد عبد المحسن. فبتشوف بهاي المقاهي هالأشياء هاي هالأغاني موجودة. اليوم تشوف بأن الشباب من يرتادون المقاهي يسمعون هذه الأغاني لو بدوا يغادرون هذه المنطقة؟ الشباب بدوا يعني الحمد لله يسمعون بدوا يعني يستقبل هاي الألوان الغنائية لأنه من دا يسمع دا يشوف الشغل هنا ودا نغني إحنا ودا نغني يعني شيء على أصوله وعلى هذا دا إحنا سمعنا مقام. ممكن نسمع شيء بما أنه إحنا أجواء رمضان المبارك نسمع شيء ابتهالات؟ أهلا بشهر الصوم شهر المغفرة أهلا بشهر الصوم شهر المغفرة شرفت أرضا بالهداية عامرة شرفت أرضا بالهداية عامرة أهلا بشهر الصوم شهر المغفرة شرفت أرضا بالهداية عامرة أهلا بشهر الأمنيات وربيع قرآن التقات نورتنا يا من نروم بصومه حسن المآب نورتنا يا من نروم بصومه حسن المآب ورحمة في الآخرة ورحمة في الآخرة. يا سلام يسلم صوتك استاذ مجدي. بما انه هسه هاي فكرتنا البرنامج العربي المشترك انت تسافر هواية وترجع اكثر من مرة تراجع من الاردن شنو اللي شفت اوجه التشابه بين الفن العراقي بين فن الاردن بين فن مصر بين فن فلسطين؟ شنو الروابط والقواسم المشتركة بيناتنا؟ القواسم هي اللغة العربية طبعا. اللغة العربية هاي بالدرجة الاولى يعني من تروح انت تقدم فعالية بدولة اجنبية او دولة اوروبية يعني ما اقصد من ناحية التأثر هل تأثر المطرب الفنان العراقي بالمصري أو بالأردني أو الفلسطيني نفس الجانب فعلاً. في ناحية الفنان المصري تأثر بالأغنية العراقية فعلا المصري تأثر بالأغنية محمد عبد الوهاب الله يرحمه الله يرحمه قال كل الألوان تدور في فلك الأغنية كل الألوان بفلك تدور واللون العراقي يدور بفلك خاص به خاص به لأنه اللون العراقي يعني العراقيين يمتازون بالموالات لانه الغناء هي الغناء من القلب يطلع من الاوجاع يعني يعني الفنان العراقي من يغني واقع يعني فشي واقع مو يعني شيء المهم من النص اللي كتبه كاتب النص يكتب قصه حقيقيه ممكن قصة حقيقيه هي يعني. تحكي قصه كل انسان هسه يقعدون هنا تقريبا 150 نفر يقعدون عوائل وعلى شباب على عوائل من كل واحد قصته هي يعني كل من واللي يطلب أغنية ما أرد أبد فنان الجميل والقدير مجدي حسين شكرا لتواجدك خلال برنامج بيت للكل برنامجنا العربي وأكيد من خلال 4 شاشات وصلنا جزء قليل من موروثنا الغناء البغدادي شكرا لتلبيتك الدعوة لو أنت متواجد هذا المقهى دائما به نورتنا وكلمة تحب توجهها من خلال برنامج بيت للكل والله أنا أقول
انيالكم على هاي اللمه الحلوه وان شاء الله تتوسع هاي اللمه يا رب، تصير على نطاق اكبر بعد، وفكره جميله جدا وبالتوفيق ان شاء الله، وبحق هذا شهر رمضان ان شاء الله تتوفقون وان شاء الله تقدمون الاحسن، وتحياتي لكم ورمضان كريم عليكم وصيام مقبول ان شاء الله. شكرا شكرا لك استاذ مجدي طبعا، ورمضان كريم عليك. إذن ياسمين تابعنا وزملائي في برنامج بيت للكل، هذه التغطية البغدادية الجميلة من أحد المقاهي البغدادية، دائما الموروث البغدادي الغنائي اللي متواجد ومتصدر عن طريق المقام العراقي، بالإضافة إلى الأغنية البغدادية الجميلة والمربعات أو المربع العراقي كما يسمى، يغنوا بطريقة مثل ما شرح أستاذ مجدي، وأيضا هو هذا الفلكلور العراقي المحتفظين به حقيقة من كثير من أغانينا وموروثنا. هاي صورة ومشهد من بغداد الحبيبة، تحياتي.